اللهم وفق من زار وخفف. لقد أتيتك وأنا قاصد لك. عفو. لا تقرب مني فأخفشك بقص يجعل أنفك في مؤخرة رأسك. أي واحد بكم وقف مكاني راح يسوي مثلي وطير. يا سمحة ما تخلد عبوي بضع قابلهم في الديوانية. يعني أول مرة أحس إن بحور خايف. سيدة راح 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 صار ولا قدام شوت السجن. أولكم على النظافة أولكم على الضيافة. راح لك دور راح دور هنا هو. كل ساعة واحد يتكلم منكم انجلع راح انسي وانتو قاعدين هنا ولد اقول لا تطج شو اللي جرى واللي حصل واللي طرى يا اغلى لوادم وش بلاك 500 لطلال عشان اتصالوا مع امه. ما تشوف انك توزع دراهم يمين ويسار وانا جالس هنا مثل الحصان. ابو كاتم عنده مزح. توكل على الله. لا عدتك عندك فكرة كوي. هذه هدية مني أحجار كريمة إن شاء الله. لا ترقد بين الجلوس ولا تجلس بين الرقود. شمري والله نقدرك بوسط الصدور ومسابقتنا ترى تستاهل أسكارها. والمطيري نعمة من ناس يجيلون الدخيل من تعازواب المطيري يبشر ويرقصنا. أبو كاتم أنا وهو زي العسل أيوة ما درش اتكلم فيه ليه قولوا ليه لانه ما بتفهم شيء. انا والله مسوي ذا عشان نلعب الخات. كسها يا طلال. ابو محكسها يا طلال. هاي ليش راح بيتنا الارض من حب لبلا حبيتنا الارض من حب لبلا. تعرف اللي على يمين يا صغيره هذا القزوم ده. ايوه راحت سنحان الحين تعديت اللون دخلت ظهراء سنجل انا من دي راح العمر وانا على خوي شفقان. يا ولد تنفخ جمر انت تنفخ جمر. واحد اثنين قدام يسار. عرفني بالاشكال هذا انا ما اعرفه والله. الرجل هذا جاتني شكاوي كثيرة عليه. احنا عندنا قضايا لازم نبت فيها. هي الليلة الاخيرة تأخر الشيخ عقاب ضده. شخص المشرد المطرود خلف هذه الجبال والوديان. نعم صحيح ويزعل والله الادارة والله للامانة. اوفر جدا. انا اضرب الشيخ. كنسة طلب. واحد اثنين ثلاث. كتوب كتوب محمد راح ما يهرج معكم انت. يلا لتينهم يا زين الجلسة. ابو محمد ابو محمد لا 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 كفاني خصم الله يجازيك. الناس اللي في الاعداد ما ابغى اسمع صوت خلوني يدير حواري واخلصه. اشهد انك ابو خير يا مني بزهم والله. ابو خير يا مني بزهم. لا تزهمني. خلي الرجال يربطونك. قول ما عليك زود وقول شو اسمه. اقول امشي قبل لا توصل معي هنا. يا شيخ بلال اسمح لي. يا شيخ بلال اقول ان شيختك مثل وجهك. المصاب دقيقة طيب في حركة. بيني وما بينك عذاور. الله ياخذك لين انتفخ حاتم زيادة. وانت ثار دبله وعمال جزيرة. ما كل ضيقة راس تلقى حلاحيل. احيانا تفزع لك على الضيق حرمة. اذا كنت معك في حوار أن تعطيني أسئلة. تحسب إني بتعنى لك يا حبيبي. عيني ما قد شافت كذا مخلوق. كلش على ذوقي تشكلتي. من كثر ما تحبه وتغليه ولا عشان بكره بينسك الرياض. جهز لك عشان بصير رئيس. يوم جهز لك يوم من غبر. أرحبوا باسم الجميع. وأي قرار أنت تتخذه في حل معك. بدون ما تقول. وبيض الله وجهك يا ابو حور. انا حفيد اللي يضدون الرجال ولا انت ما انت ولا انت والله ما انتهى ابكف ولا. وش بالتلقين في حنا تحت الهواء تبونها كذا يعني؟ اضغط المضغوط اكثر. اشنو؟
يا وجودي واجد شيخ فالنظارة خانت الأيام وعزومه قوية. أنا مشروعي على الرجال اللي وظفتهم للحين ما حد منهم وقف معي. كل الغنج خير ما فيها شطارة المراجل كل بوها في يدي بيض الله وجه المنقاف بالصلح الكريم. اشتغلت في البلدية واشتغلت في المسابقات واشتغلت ليه رفعت رصيدك أقول والله العظيم فتحة في الجدر كذا في جني دخل مع الجدر ابن عارج ابن عارج طير السعد لا انا سحبتها من عند ابن عمره ايوه عشان اعرف السلبيات اللي ويواجد اللي كانت عند ابن عمره يسعد ابوك يا شيخ صحيح اني زعلت منهم شوي في بداية الامر الى نهاية الشيحة لكن بسم الله عليك أبغاك تعطيني الكلام المقرحاني لكن طلعت أنت لست قط المسؤولية لا لا تكفى لا تكفى لا أول شيء بس حاجة بسيطة عشان نستجد بالواقع جربت الله جعلني أفدأ قلبش مع احترام لك سلطة ضعيفة والله ودي لعبك يا والله ما مليت من جذر الجروح أنا وصلت المنتهى ولد لا ولد أنا وصلت المنتهى خالص سلطان يا ولد وما أظن الذي حبتهم ينكروني لا ولا يهجروني أنت عقلك ناضج انت لمن انا لمن اسمع له لا حد يقتله